مستشفى جزيرة سعود واحدة من المستشفيات القديمة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي ظلت تخدم المحتاجين للرعاية الصحية على مدى عقود عديدة، حتى صدر لها قرار إزالة منذ ما يقارب 10 سنوات ليتوقف العمل بها ويتدهور حالها وحال من يحتاجون للرعاية الصحية في محيطها. في الستينات والسبعينات كان أحلى مستشفى في مركز في محافظة الشرقية، في المركز حاليا هو أردأ مستشفى. من أيام عبد الناصر والسادات ما شفناش أي حد من مسؤولين هنا من وزارة الصحة خالص. أيام ضربة بحر البقر هو اللي كان خدم البلد المستشفى ده، وكان فيه عمليات وكان رعاية صحية كاملة. دلوقتي ما فيهوش أي رعاية، مش في رعاية هنا، والناس الموظفين اللي جوه دول غلابة مش لهم في أي حاجة خالص. المبنى ده المختصر على المساحة دي كلها خاص بتنظيم الأسرة بس، لكن رعاية مواطنين مفيش. العاملون بالمشفى أبدوا أيضا استياءهم من الوضع الحالي، خاصة وأن حال المكان أصبح مضرا لهم. المبنى بقالنا يجي 3-4-5 سنين لا في مية ولا دورات مية ولا أي حاجة، لا للمواطنين ولا للموظفين. المستشفى بيخدم 40,000 نسمة ومفيش في نقص جامد في الأدوية. تعبين واحنا قاعدين بتخش علينا جوه المبنى هنا. هو بدخل علينا. نحن نطفش نطلع برا جري. من مستشفى جزيرة سعود الذي لا يجد المواطنون فيه أي مبنى لخدمتهم، انتقلنا إلى مستشفى آخر حديث البناء، وهو مستشفى شهداء بحر البقر، والذي اكتشفنا أنه يتشارك مع الآخر في نفس الواقع. مستشفى شهداء بحر البقر لا تبعد كثيرا عن مستشفى جزيرة سعود، وهي تخدم بدورها قطاعا كبيرا من السكان في عدد من القرى المحيطة، تم بناؤها وافتتاحها في عهد الرئيس عدلي منصور، إلا أنها لم تعمل كمشفى كامل حتى الآن، وكان جليا للعيان أن الأتربة والغبار هم المحتوى الوحيد في هذا المشفى الحديث. عن المبنى ده اتبنى في المنطقة، ومفروض ان هو يكون مستشفى يخدم منطقة 1 و2 و3 و4 بحر البار والقرى المجاورة. فوجئوا الناس اللي موجودة هنا وفوجئنا ان هم خصصوا الدور الارضي بس على الوحدة الصحية. مفيش اي خدمات ومفيش اي رعاية ومستشفى فاضي زي ما انت شايف حضرتك. المبنى ده كله متكلف اكتر من 5 مليون جنيه، معمول لمين؟ ومفيش فيه اي خدمات ومش موجود فيه اي حاجة. التعاون من الموظفين والمسؤولين في المشفيين كان بارزا، ربما لحاجتهم لاهتمام بمقر عملهم وسط إهمال واضح لا يعرف سببه وعلى من تقع مسؤوليته، وسط حاجة المواطنين الماسة لخدمات صحية متعددة. محمد الرئيس.